عسلامة، أنا أمنة ميزوني من مجموعة مستخدمي ويكيميديا في تونس، ومن الفريق اللي ساهم من الفريق معنا في المجتمع العربي اللي ساهم في إعداد ويكي عربية النسخة الرابعة في مراكش. النسخة هذه كانت مغايرة على النسخ اللي تعملت قبل. النسخة هذه كانت شاملة أكثر، شاملة في معناها في المجتمع العربي، لكن في المجتمعات الأخرى أو اللغات بالأحرى اللغات الأخرى اللي موجودة في المنطقة العربية، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، النسخة هذه معناها اللي فاقت انتظاراتي في حاجة معينة، اللي هي احتضان مثلا اللغة الأمازيغية في ويكيبيديا، في مؤتمر ويكيبيديا العربية. حاجة مهمة ياسر، أنه على كل ما نحكي وعلى إضافة المحتوى العربي، مصاعب اللي تواجه المحتوى العربي، نشوفوا الثقافات اللي مغيبة أو الثقافات اللي ما عندهاش حظوظ كبيرة كما اللغة العربية، كما الثقافة العربية، وكيفاش المجتمع العربي ينجم يساهم في إدخال أكثر محتوى، تطوير المحتوى العربي، لكن من دون تناسي المحتوى الأمازيغ مثلا أو الثقافة الأمازيغية. هون في مراكش كانت كان أحسن مكان فعلا الاحتضان دورة تكون حاضنة الثقافات أخرى واللغات أخرى. كنا نأمل أن تكون معنا اللغة الإيرانية الكردية والأرمنية، لكن للأسف لظروف تتجاوزنا ما حضروش. الحاجة الباهية اللي المتطوعين ومستخدمي ويكيبيديا العربية كانوا موجودين هوني، حكيوا على الأنشطة اللي قوموا بها، سواء في سد الفجوة ما بين الجنسين على ويكيبيديا، سواء في تطوير المحتوى الحر، رفع الصور. كما نعرف المجتمع العربي متنوع ياسر، متنوع جدا. المجتمع العربي التونسي مختلف عن المجتمع العربي المصري، عن السوري، عن بلاد الشام، عن العراق. فالويكيبيديا العربية تشمل هذا الكل، ويكي عربية كمؤتمر كمنصة تشمل هذا الكل. اللي رينيه المرة هذية أنه المنصة هذه قاعدة تحاول غير هذا، أنها تحتضن أكثر ثقافات موجودة، ثقافات أقليات موجودة في المنطقة العربية، منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. نتطلع أن نشوف هذا يتعاود المرة الجاية، السنة القادمة في ويكي عربية 2020 في الجزائر إن شاء الله، نتطلع أنه نشوف أكثر تعاون ما بين المجتمع العربي والمجتمعات الأقلية أو الثقافات الأخرى الموجودة كما الثقافة الأمازيغية، لأن المجتمع العربي توا معناها قاد شوط كبير في تطوير المحتوى. نحكي على موسوعة تقارب 1,000,000 مقالة، منهم عديد المقالات الجيدة. لما لا المرة الجاية العام الجاي نشهد ظهور أول موسوعة للغة الأمازيغية للعلن، وتخرج من الحاضنة، تخرج إلى ويكيبيديا، إلى العالم. فالمجتمع العربي باش يكون معناها، أنا متأكدة اللي باش يكون عنده دور كبير، لكن هذا ما يمنعش أنه لازم نركزوا في مزيد الحضور لحضور المساهمين والمساهمات العرب في ويكي عربية، لمزيد حضور معناها موارد أو تمكين المجتمع العربي بالموارد اللازمة، سواء في توظيف مهاراتهم، وإلا في توظيف موارد أساسية لمبادرات أخرى. كنا سمعنا زادة بالمبادرة، شنو اللي قاعد يصير في ويكي الطب، في مبادرات كما مبادرة ضاد، كيف ما الجلام، شنو اللي قاعد يصير في البلدان. نتأملوا أنه الجلام يخرج من تونس مثلا كبلد رائد في الموضوع إلى بلدان أخرى في المنطقة العربية.